النهارده النادي الاهلي نعى الى جماهيره ومحبيه رحيل اللاعبه الناشئه لاعبه التنس لاعبه الكره الطايره مايا احمد ثابت لاعبه فريق تحت 16 سنه في النادي التي وفاتها المنيه اليوم في ظروف طبيعيه وفاه طبيعيه وهي نايمه وحرص النادي ان ينعيها في بيان رسمي على الموقع الرسمي للنادي وايضا حرص مجلس الاداره ممثلا في الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي والمهندس خالد مرتجي امين الصندوق والاستاذ محمد الضماطي عضو المجلس واسره النشاط الرياضي في النادي واسره الكره الطايره على تشييع جثمان الفقيده نجله الكابتن احمد ثابت واحد من لاعبي النادي الاهلي الكبار القدامى تغمد الله مايا احمد ثابت بواسع رحمته والهم اسرتها وزميلاتها وكل أصدقائها الصبر والسلوان. يعني خبر مفجع مؤلم للغاية. يعني ربنا يا رب يعافينا جميعا من هذا الموقف. وأنا أعلم أن والدتها رحلت العام الماضي. فربنا يثبت أهلها يا رب. وكابتن أحمد يعني ربنا مش عارفين نقول له إيه، قلوبنا معك. عروس زفت إلى الموت في ريعان الشباب. ربنا يتولاه بواسع رحمته ويصبرهم يا رب إن شاء الله.